بسم الله الرحمن الرحيم. السيد نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء العرج المحترم، السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع الأستاذ حاكم الزامل المحترم، السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب المحترمون، أصحاب السعادة السفراء، الدول الصديقة والشقيقة المحترمون، السادة ممثلو الشركات المشاركة المحترمون، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض العراق المعطاء، أرض البناء والسلام والتسامح، أرض الجهاد والكفاح المشرف ضد قوى الشر والإرهاب، ومن مكنونها الطاهر بغداد الحبيبة، يزدهر الأمل الواعد مؤتزراً بالعمل الجاد والهمة العالية. أحييكم بتحية العراق، تحية النضال الباسل والدفاع المقدس عن الأرض والعرض والكرامة، تحية السلام والبناء والمحبة. وأهلاً وسهلاً بكم في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الأمن والدفاع الذي تنظمه وزارة الدفاع، وزارة كل العراقيين وكل العراقيين. السادة الأفاضل، يأتي انطلاق فعاليات هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع في حلة جديدة ومميزة عن الدورة السابقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركة المتحدة والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار بناء قدرات دفاعية متطورة، بناء أمن داخلي مستقر يتحقق السلم والأمان، وبمشاركة أكثر من 25 دولة وما يزيد عن 75 شركة من كبريات الشركات العالمية المختصة في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية. إن حضور هذا العدد المميز من الدول الصديقة والشركات العالمية الكبرى إلى بغداد، بغداد السلام والبناء، هو رسالة بالغة الدلالة على المصداقية التي تتمتع بها الحكومة الوطنية في المنظومة الدولية، وهو من جانب آخر دلالة تقدير وعرفان ومساندة من المجتمع الدولي وقواه المحبة للسلام للوقفة المشرفة التي يقف فيها العراق بجيشه الباسل ومنظومته الأمنية وحشده الشعبي البطل وأبناء العشائر الغيارة في وجه أعتى هجمة ظلامية بربرية عرفتها البشرية. أيها الأصدقاء، لقد أجهض حضوركم اللافت إلى بغداد للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأمن والدفاع كل رهانات الحاقدين والمزيفين والمتطرفين، وأكد أن بغداد عصية على الأعداء تنبض بالحياة وملؤها العزيمة والإرادة على تجاوز الصعاب والتحديات بهمة وتضحيات شعبنا الغيور وقواتنا المسلحة الباسلة. إن علاقات الصداقة تمتحن في الأوقات الصعبة، ولا شك أن موقفكم المساند لبلادنا وحضوركم إلى بغداد وهي تمر بمنعطف تاريخي خطير دليل ومصداق على عمق ومتانة العلاقة مع بلادنا، وهو يؤسس لمرحلة متقدمة على كافة الصعد والميادين مع بلدانكم. الأصدقاء الأعزاء، لسنا نتجاوز الحقيقة إذا ما ذهبنا إلى القول أن العراق بمساندة أصدقائه وحلفائه وقوى الخير المحبة للسلام والحرية إنما يقاتل التطرف والإرهاب نيابة عن العالم، وليس من قبيل المبالغة والقول إن خطر الإرهاب الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط إذا لم يوقف في الزمان والمكان سوف يهدد جدياً المصالح الحيوية للعالم المتحضر. ولقد ترسخ هذا المدرك الهام لدى جميع الدول المحبة للسلام والحرية، وأخذ إطاره السياسي والقانوني تحت غطاء الأمم المتحدة سيما بعد أحداث نكسة حزيران من العام الفائت. السادة الحضور، إن البلدان والشركات المشاركة في فعاليات هذا الملتقى النوعي الهام سوف تعرض أحدث المنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية
وأنظمة الإسناد والدعم اللوجستي المتطورة، وبآخر ما توصلت إليها التكنولوجيا العسكرية، وهي لمناسبة هامة لكي يطلع قادة وزارة الدفاع وكوادرها وخبراءها المختصون، فضلاً عن وزارات الدولة المختلفة ومؤسساتها الأمنية، على هذه المنظومات والمعدات والأسلحة، والقرار على احتياجهم منها وتفحص قابلياتها الفنية والتقنية عن قرب. إن نهج وزارة الدفاع، ورغم التحديات والمعوقات وقلة الموارد، وكجزء من استراتيجية إصلاح وإعادة بناء المؤسسة العسكرية، يسير باتجاه بناء جيش نوعي محترف صغير الحجم، مدرب ومجهز بأحدث التقنيات الحربية. وهو نهج اعتمدناه ليكون الدليل والمرشد في المرحلة القادمة. إن إقامة هذا المعرض يصب في خدمة هذا المسار، ويتناغم مع ذات النهج الإصلاحي الذي تتبناه الوزارة للارتقاء بقوات الجيش وتطوير قابلياته القتالية، ليكون حاضراً لدرء العدوان ورد شرور الطامعين. الحضور الكرام، إن نهج بناء الجيش كما في الحالة العراقية يعد واحداً من أهم الحقائق الثرة والفريدة في حسابات البناء الاستراتيجي للجيوش. ففي الوقت الذي يخوض فيه الجيش العراقي الباسل وبأداء بطولي معارك شرسة ضد عصابات داعش الإرهابية، محرزاً تقدماً لافتاً على طول مسرح العمليات، محرراً أجزاءً غالية من تراب العراق لتعود إلى حضن الوطن، نقول في خضم هذا القتال الملحمي الشرس، تضع وزارة الدفاع رؤيتها الاستراتيجية في التسليح والتجهيز والتدريب، وتقدم آلياتها وتطبيقاتها لتعزيز القابليات القتالية لقوات الجيش، واضعة في حسابها أولويات المرحلة القادمة وأسبقياتها، وعلى رأسها تهيئة وإعداد الجيش لمعارك تحرير أهالي صلاح الدين ونينوى والأنبار. المعارك المؤزرة بإذن العلي القدير، والتي عقدنا العزم على خوضها بكل أمل الصابرين وغيرة العراقيين، بعد أن نكون قد استكملنا كافة الاستحضارات من تسليح وتجهيز وتدريب لقواتنا. وكما انتصرنا نصراً مؤزراً في ديالى، لن نقبل بغير النصر المؤزر في صلاح الدين ونينوى والأنبار، وما النصر إلا من عند الله. الأصدقاء الأعزاء، مرة أخرى نقول إن حضوركم إلى بغداد السلام، وإذ يعكس الرغبة المشتركة في التواصل والاستمرارية والارتقاء بعلاقات الصداقة بين بلداننا، فإننا على يقين أن فعاليات هذا المعرض ستفرز آليات عملية لتعزيز هذا الاتجاه وديمومته، مؤكدين بذات الوقت أن حضوركم هذا محل احترامنا وتقديرنا وأولويتنا في التعاملات المستقبلية. وفي الختام، أوجه بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد رئيس الوزراء لاهتمامه بشكل مباشر بهذا المعرض، وشكري وتقديري إلى السيد نائب رئيس الوزراء لرعايته لهذا المعرض، والشكر موصول إلى كل الجهات القائمة على تنظيم هذا المعرض، متمنياً لهم دوام الموفقية واضطراد النجاح في الدورات القادمة بإذن الله. أجدد شكري وتقديري وترحابي بضيوف بغداد الحبيبة، مهد الإنسانية وعبقرية الحضارة والنور، وأقول لكم جميعاً حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أود أن أقدم شكري وامتناني لوزارة الدفاع التي قامت بإقامة هذا المعرض بالتنسيق مع الدول والشركات، وكذلك أقدم شكري لهذه الدول والشركات التي استجابت لهذه الدعوة، وخصوصاً نحن نخوض حرب شرسة ضد الإرهاب والتطرف. وأود أن أبشركم، وأنا من خلال متابعتي لوزارة الدفاع وكذلك الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية التي الآن تخوض حرب، وهذه الحرب حقيقة هذه الأيام تختلف عما كانت تجري سابقا. خلال وجودي يوم أمس في صلاح الدين،
وجدت أن هناك سيطرة وهناك قدرة لهذه الأجهزة الأمنية وهي تحاصر المناطق التي يتواجد فيها الإرهاب، ولم تدخل إلى هذه المناطق بسبب وجود المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ. وكذلك وجدت أن القوة والحشد الشعبي والجيش العراقي وكذلك الشرطة الاتحادية وكل فصائل القوات المسلحة المتمثلة بمكافحة الإرهاب والتدخل السريع أنها تخوض حرب في عدة مناطق. هذا يعني وجود قدرة قتالية لهذه الأجهزة الأمنية. يوم أمس كان هناك انتصارات تحققت في تكريت، ووجدت كذلك الأخ وزير الدفاع توجه باتجاه القرمة وباتجاه الفلوجة ومحاصرة هذه المناطق. كذلك هناك انتصارات تتحقق الآن في قاطع الأنبار في البغدادي. هذا يدلل على أنه المؤسسة الأمنية هي التي تسيطر الآن بشكل كبير وواضح، وهي التي تختار المبادئ وتختار المحاور التي تدخل فيه. ونجد أن الإرهاب والتطرف وداعش بدأ ينكسر وينهزم، وآخر انهزاماته هو قيامه بسرقة الآثار وتدمير المتاحف وكذلك تفخيخ بعض البنايات المهمة في الموصل. هذا يدلل على أنهم علموا جيدا أن المعركة القادمة ستكون معركة الموصل، وأنهم مهزومين لا محال. وبدليل ذلك المعلومات الاستخبارية تؤكد أنهم انهزموا باتجاه سوريا.